السلام عليكم. اليوم كنا مع عرض مشيحنا، العرض ما قبل الاول لفرقه نجوم البوغاج مدينه طنجه. العرض اللي كان الاخراج ديالي ومن تقديم تلاميذ ورشه المسرح داخل المركز. العرض كيناقش موضوع اللي هو موضوع حساس جدا، هو الناس اللي مرضين نفسانيين. العرض كان هو بحث محض لكل واحد، كل متورش مشى كيبحث على شخصيه في المحيط او في المجتمع وجاب شخصيه ديال واحد مريض نفساني وعمل له التقديم ديالها عن طريق مونولوج. وانا حاولت نعمل لا ميزون سين ما بين كل مونولوج اللي كيعالج هذه الظاهره. العرض كما شفتوا داز بواحد الاجواء اللي هي رائعه جدا، واحد الاجواء اللي هي عائليه، وكنت جد متخوف من العرض حيت كيعالج واحد الموضوع ما فيهش الكوميديا، فيه غير مواضيع اللي هي اجتماعيه وكتوشي اكثر المتلقي. والحمد لله واللي يعني يعجبني بزاف هو ان الجمهور بقى من البدايه للنهايه. وشكرا لكل واحد حضر، وشكرا لكل الصحف الالكترونيه اللي جات على راسها ماروك ست. شكرا. السلام عليكم، معكم سكينه مشكور، وحده من الممثلين ديال عرض ماشي حنا. كان اليوم العرض ما قبل الاول. هذا العرض هذا اللي ناقش واحد الموضوع اللي حساس واحد شويه، الناس اللي عندهم امراض نفسيه او لا امراض عقليه كيفاش توصلوا لهذه الحاله هذه، وكيفاش كيتعامل معاهم المجتمع. الدور ديالي كان واحد صحفيه، كيفاش كانت كتحلم تكون، وكيفاش عاشت الطفوله ديالها، من بعد كيفاش تعينت ولات صحفيه، كيفاش بدات المسيره ديالها، وتما غتعرض لواحد المشكل اللي غيخلي يخليها تحماق. وشفنا كيفاش كيتعامل معها المجتمع من بعد، وشفنا هاد الشخصيه هذه كيفاش هي كتعامل مع راسها، وكيفاش كتعامل مع المجتمع، وكيفاش حتى المجتمع كيتعامل معها. السلام عليكم، معكم هشام فرجي، ممثل مسرحي مدينه طنجه وكوميديان. بالنسبه للشخصيه اللي لعبت في سبيكتاكل ديال ماشي حنا، هي عباره عن واحد الشخص اللي وقعوا له ظروف، لاسم الشخصيه اسمه بوشعيب، اللي كان الحلم ديالو باغي يكون شرطي يعني في المغرب، وقعوا له ظروف، ماتلو الاب ديالو، ماتلو الام ديالو، ويعني اللي رجع يعني مريض نفسي. وحنا حاولنا نطرقوا لهذا الموضوع باش نحاولوا نعالجوا قضايا ديال هذا المرض النفسي، والناس كيفاش كيشوفوا يعني الحماق في الشارع، ما تكونش عندهم ديك ردات الفعل، كيفاش كيهضروا معاه، غير كيجيك حماق مثلا يطلبك ولا شي حاجه كتحاول تزبل فيه ولا تجري عليه، يعني ما خصناش نكونوا هيدا. وحنا ماشي حنا الدور ديالي في المسرحيه هو كان واحد الانسان اللي وقع له واحد الخلل نفسي جراء واحد الحادث اللي وقع له، واحد السرقه اللي وقعت له. هذا هو الدور اللي كان ديالي، وهذا الخلل النفسي وقع المجموعه ديال التراكمات، المجموعه ديال المعاناه اللي كيكون فيها واحد المشكل كيفيد ديك الكاس ديال ديك المعاناه. لهذا كان 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 كان, كان الميساج ديالنا واجي ان اي واحد حماق راه هو في حالنا، راه حنايا مرض نفسي، ان المرض النفسي هي واحد الحاجه جد طبيعيه. فبهذا كنقول لكم كاملين بينا في حال وحنا ماشي حنا. اولا شكرا لماروكسات على التغطيه الصحفيه ديالها اللي قامت بها اليوم العرض ما قبل الاول ديال مسرحيه ماشي حنا في تياتر دارنا بمدينه طنجه. شكرا بزاف، شكرا بزاف للصحافه كامله اللي كانت اليوم. مسرحيه دازت في احسن مستوى. هذه المسرحيه هذه اللي كانت كتعالج واحد المجموعه من الظواهر اللي كنعيشوها في المجتمع ديالنا الواقعي. وشكرا بزاف للمخرج محسن حمود اللي عطى واحد غون ديسباس للكوميديا انه يعطي واحد لا غون كرياتيف في المونولوج ديالو ويؤدي الدور ديالو باحسن مستوى. شكرا بزاف محسن حمود، شكرا بزاف فونداسيون علي زاوا، شكرا بزاف سونتر لي زيتوال دي تخوا، الا انه وفر لنا مجموعه ديال الوسائل اللي قدروا اننا نخدموا في اريحيه. كنشكرهم بزاف، في راسهم المدير ديالهم فيصل زيزا.